مرسوم رئاسي رقم 1726 المادة الأولى عين الموظفون الآتي أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الإعلام: إدارة مكتب الوزير، المدير السيد جيما ديمبان بيرتان خلفا للسيد بولين بانغري كوماكوي، المستشار القانوني السيد كوبرا رافائيل بلامكاكو، توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو في 3 أكتوبر 2017 مرسوم رئاسي رقم 1727 المادة الأولى عين الموظفون الآتي أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بالإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون: الإدارة العامة المدير العام بوكر سندا منصب شاغر، المدير العام النائب السيد جبريل محمد آدم منصب شاغر، إدارة التلفزيون الوطني المدير السيد أزيك كرتي جامسو منصب شاغر، الإدارة الفرعية للأخبار المديرة الفرعية السيدة سنتيش مانتار منصب شاغر، الإدارة الفرعية للبرامج والإنتاج المدير السيد بنليم جيمادينباي منصب شاغر، إدارة الإذاعة الوطنية المديرة السيدة حليمة السعدية علي منصب شاغر، الإدارة الفرعية للأخبار المديرة الفرعية السيد هارون ياكوما منصب شاغر، الإدارة الفرعية للبرامج والإنتاج المدير الفرعي السيد محمد صالح بن ملالة منصب شاغر، مدير المحطات الإقليمية السيد عبد السلام محمد عبد الرحمن حجار منصب شاغر، مدير الأقسام الفنية السيد ديونكوس جيدوم منصب شاغر، مدير الموارد البشرية والتخطيط السيد أبا داود نانجيدي منصب شاغر. توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو في 3 أكتوبر 2017 رسوم رئاسي رقم 1728 المادة الأولى عين الموظفون الآتي أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بالوكالة التشادية للأنباء والنشر: المدير العام السيد أبالي كايا خلفا للسيد مبيري باسينغار، نائبة المدير العام السيدة بنتو كشلة كاسر منصب شاغر. توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو في 3 أكتوبر 2017 مرسوم رئاسي رقم 1729 المادة الأولى تم تعيين الموظفين الآتي أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بالمحطات الإقليمية للإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون التشادي: المحطات الإذاعية الإقليمية إذاعة أبشي الإقليمية المدير الفرعي السيد سانوسي عبد العزيز، إذاعة أدري الإقليمية المدير الفرعي السيد حسن لامي، إذاعة أمجرس الإقليمية المدير الفرعي السيد عيسى أزرق، إذاعة أم التيمان الإقليمية المدير الفرعي السيد إبراهيم محمد دونغوس، إذاعة آتيا الإقليمية المدير الفرعي السيد أحمد داود، إذاعة برداي الإقليمية المدير الفرعي السيد فوروي باسيري، إذاعة بلتن الإقليمية السيد المدير السيد عثمان سبي، إذاعة بول الإقليمية المدير الفرعي السيد عبد الرحمن آدم رحمة، إذاعة بونغور الإقليمية المديرة الفرعية السيدة ريماجي أوديت، إذاعة دوباء الإقليمية المدير الفرعي السيد غاندا تاو هميا، إذاعة فدا الإقليمية المدير الفرعي السيد محمد علي توكي، إذاعة فيا الإقليمية المدير الفرعي السيد عبد الله جميل، إذاعة غوزبيدا الإقليمية المدير الفرعي السيد إبراهيم بومبي، إذاعة كومرا الإقليمية المدير الفرعي السيد ماميتا جيرانجي، إذاعة ماو الإقليمية المدير الفرعي السيد أحمد مالوم، إذاعة مساكوريا الإقليمية المدير الفرعية السيدة خديجة دريب أدم، إذاعة مونغو الإقليمية المدير الفرعي السيد يوسف جنباي، إذاعة مندو الإقليمية المدير الفرعي السيد حسن بكر، إذاعة مسورو الإقليمية المدير الفرعي السيد صالح محمد زين، إذاعة ماسينيا الإقليمية المدير الفرعي السيد عبدالله الزبير، إذاعة بلاء الإقليمية المديرة الفرعية السيدة مارالي جوزيفين،
إذاعة سار الإقليمية. المدير الفرعي السيد جوميتا جوستين حرر في أنجمينا في 3 أكتوبر 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتو. مرسوم رئاسي رقم 1730 المادة الأولى. عين الموظفون الآتي أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الإعلام: المفتش العام السيد بيتيل ميروم خلفا للسيد أحمد عمر أحمد الذي استدعى لشغل وظيفة أخرى. المدير العام النائب سيد أبقرين جبرين إدريس خلفا للسيد إف قربه الذي استدعى لشغل وظيفة أخرى. الأمين العام النائب السيد عمر يحيى حسين خلفا للسيد أبقرين جبرين إدريس الذي استدعى لشغل وظيفة أخرى. المدير العام لتطوير الإعلام والتعاون سيد زوتاني دابا مارتان. مدير تطوير الإعلام والمحتوى بوسائل الإعلام الجديدة سيد إلون بايدجيم. مدير الإعلام والصحافة السيدة روزالي بانك. المدير العام للموارد البشرية والتخطيط سيد أندومة أكافا. مدير الدراسات والتخطيط والتأهيل سيد جيديبي بوب. مدير الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف سيد إزي روكوليو. حرر في أنجمينا في 3 أكتوبر 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. مرسوم رئاسي رقم 1731 المادة الأولى. تم تعيين الشخصيات الآتية في مناصب المسؤولية التالية بسلطة الطيران المدني: الإدارة العامة، المدير العام السيد محمد الجام خلفا للسيد مصطفى بكر. المدير العام النائب السيد حامد أدم كوري. منسقية تدقيق الجودة السيدة سميرة الغالي خلفا للسيد السيدة أم سعدين مايدي. المادة الأولى. تم توقيع هذا المرسوم في 3 أكتوبر 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. مرسوم رئاسي رقم 1732 تم بموجب تعيين الآتي أسمائهم في مناصب بوزارة المالية والاقتصاد والميزانية: الإدارة العامة للجمارك، المدير العام النائب ريماجيكي جايتا. إدارة الدراسات، المدير بوركو ديدي الحاج. المدير العام إدارة الدراسات، المدير النائب محمد فضل عبدالله. إدارة المراقبة والتهريب، المدير داود وردوغو. المدير النائب ديكيجي ميانا. إدارة الشؤون البترولية، المدير دونغو موباي. المدير النائب عبد الرازق حسن عربي. إدارة المواشي، المدير سوغور جينيكيت. المدير النائب موسى كلي. إدارة الحسابات والتجارة الخارجية، المديرة فاطمة السر عبد العزيز. المدير النائب بالا جباه. إدارة التدريب، المدير دام ناجي خرجي. المدير النائب مالو جلو. حرر في أنجمينا في 3 أكتوبر 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. بهذه المراسيم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة.